لسه معاني؟ الناس سامعني؟ الناس سامعة؟ الناس سامعة؟ ايوه يا دكتور، سامعين؟ تمام ايوه سامعين. ماشي، هنشرب إن شاء الله. ما دكتور، مع حضرتك. ماشي، طيب احنا كنا وقفنا قلنا ان الحياه ممكن يتغذى على بعض المنتجات سواء كانت نباتيه او حيوانيه، وانا من امثله المواد الحيوانيه اللي ممكن الحيوان يتغذى عليها زي مسحوق العظم كده ومسحوق الدم المجفف واللحم المجفف. طيب الحاجات الحيوانيه ما بنتكلمش عنها، احنا بنتكلم عن الحاجات النباتيه او ذات الاصل النباتي. فبقول لك كل المنتجات النباتيه اللي بيستخدمها الحيوان كعلف بسموها فرش. كل المنتجات النباتيه اللي بيستخدمها الحيوان كعلف بسموها فرش. طيب الفرش ده نوعين او العلف ده نوعين، في حاجه اسمها المركزات وحاجه بيستخدموها بيسموها الاعلاف الخشنه او الاعلاف المالحه. المركزات دي هي عباره عن المواد النباتيه بتحتوي على كميات مرتفعه نسبيا، يعني كميات عاليه من العناصر الغذائيه في وحده الحجم الوزن. يعني المواد اللي بيكون فيها نسبه بروتين عالي، كربوهيدرات عاليه، بتاكلها الحيوان بيسموها المركزات. زي مثلا يقول لك القسم بتاع القسم بتاع مثلا دوار الشمس دي بيسموها مركزات، الحبوب بتاعت الذره الشاميه، البذور بتاعت فول الصويا دي بتبقى القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه وتحتوي على كميات مرتفعه نسبيا في وحده الحجم او الوزن فيسموها مركزات. في بعض المواد الثانيه بيسموها المواد المالحه او الاعلاف الخشنه، دي مواد بتحتوي على كميات منخفضه نسبيا من العناصر الغذائيه في وحده الحجم او الوزن. تمام. طيب بالنسبه لي هنتكلم برضو، هنسيبنا من المركزات لان المركزات انت بتقول ان شاء الله بتروح تدرسها بقى في ماده بتاعت حبوب والبقول، وممكن تروح تاخد الترم الثاني في زيت وسكر. فاحنا بنتكلم عن المواد المالئه اللي زي مثلا محاصيل العلف الاخضر زي التبن زي الحطب وخلافه. طيب كل المنتجات النباتيه اللي بيستخدمها الحيوان كعلف ديت ممكن انها تكون خضراء وممكن تكون مجففه او محفوظه. لو خضره وطازجه يعني انت لسه واخدها من الغيط او انت لسه راح ترعاها في الغيط. ممكن تكون محفوظه، كلمه محفوظه عندنا في العلف بنحفظه بطريقتين، اما ان انا اخفض محتواها الرطوبي يعني اجففه لحد ما يوصل نسبه الرطوبه فيه من 15 ل 20% واسميه بريس. البريس تجيب النباتات زي ما انت الناس تحش البرسيم وتشربها كده لما تيجي تجف ويقلبوها يمين فوق وتحت والكلام ده لحد ما تجف. بعد ما تجف يا اما يكبسها او يسيبها زي ما هي ويستخدمها بعد كده كعلف الحيوان في الفترات التي لا تتواجد فيها العلف بيسموه ادريس، بيسموه الهيل اتش اي واي، ده اللي هو الدريس. يبقى عندك هيل في سهم كده راح منه على ايدك الشمال بيسموه الهيل اللي هو الدريس. في نباتات او محاصيل بتنزلها مخصوص انها لما توصل لمرحله ميعاد الحصاد ميعاد الحش المناسب تتحش وتتجفف فسموها محاصيل الدريس، يعني المحاصيل اللي بتزرع اساسا من اجل استخدامها او من اجل تجفيفها واستخدامها في الفترات التي لا توفر بها العلف. في طريقه ثانيه من طرق التجفيف او من طرق الحفظ، اسف مش تجفيف، من طرق الحفظ بيسموها السلاج. هو العلف الاخضر المحفوظ بمعزل عن الهواء، ودي هندرسه بالتفصيل ان شاء الله. هو العلف الاخضر المحفوظ بمعزل عن الهواء لهين استخدامه كعلف للحيوان في الفترات التي يتواجد بها او التي لا تتواجد بها العلف الخضراء. زي ايه مثلا؟ الناس بتروح تزرع الذره الشاميه بكثافه عاليه وسموها الضرره، توصل الضرره يا دوب كده توصل لمرحله النضج اللبني، هو طالع كزان صغيره وفيها حبوب كده وصلت لمرحله النضج اللبني، يروح جايب الدور حشيشها وفارمها ووديها حته اسمها السايلو، المكان اللي بيخزنوا فيه العلف ده او السلاش ده، اما انها تكون حفر او تكون مخازن، ويبدا يحط النباتات فيها مفرومه ويبدا يلكها ويغطيها بمعزل عن الهواء لحين استخدامها بعد كده كعلف للحيوان. ودي ان شاء الله هناخد بقى الكيفيه بتاعتها والشروط اللي بتتوفر في تتوفر في المحاصيل في صناعه السلاج والكلام ده كله، ولها شروط ولها يعني حاجات يعني محدده جدا بحيث انك تحصل منها على سلاج
القيمه الغذائيه بتاعته عاليه. في محاصيل بالاساس تتزرع عشان يطلع منها سيلاج، بيسموها سيلاج كروبس. في محاصيل تتزرع بالاساس عشان اخد عشان احفظها واعينها خضر، بيسموها سيلاج كروبس. طيب النقطه اللي بعد كده بقى، المحصول العلفي ده ليه مصدرين اخدهم منه؟ يا اما من الحقل من الغيط، يا اما من مرعى. ايه الفرق بين المرعى ومن الغيط بقى؟ قال لك الحقل ده هو مساحه من الارض ممكن ان تزرع بانواع مختلفه من المحاصيل وليها دوره زراعيه منتظمه. طيب مساحه من الارض وعرفناها، تزرع بانواع مختلفه من المحاصيل، يعني ممكن تزرع الارض بتاعتك والفدان بتاعك ده بس السنه الجايه تروح تزرع حاجه ثانيه، تزرع ذره في الشتاء، تزرعوا قمح، تزرعوا ذره، ممكن تزرعوا بعد كده كذا، تزرعوا بعد كده كذا، يعني مش متوقف على المحصول بس، عشان كده بسموه محصول، بسموه حقل. طيب وممكن النباتات العلفيه دي تتخذ من مرعى، يعني مساحات من الاراضي بتزرع فقط بالمحاصيل العلفيه عشان استخدمك علف الحيوانات، فسموها مرعى او باستيور اللي هو قدامك بي اي اس بي يو ار. خليك كده في اقصى يمين الشاشه قدامك وكلمه فيلد دي. الفيلد دي تحتها حاجات، كلمه فورش كروبس اللي هو المحصول العلفي، احنا عرفناه قبل كده، قلنا المحاصيل تزرع اساسا من اجل استخدامها كعلف الحيوانات. تحتها كلمه سويلينج كروبس. ايه كلمه سويلينج كروبس ده؟ قال لك ممكن المحصول العلفي انت بتزرعه ولما يوصل لميعاد الحشد بتحشه وتشيل البرسيم بتاعك او تشيل العلف بتاعك وتنقله الاسطبل او تنقله الزريبه الحيوانات بتاعها هناك. يعني اللي انت بتحش المحاصيل العلفي بتزرعها وتحشها وتنقلها من ارض المكان ده لارض الحيوان بيسموها سولينج كروبس او بيسموها محاصيل التخضير، يعني المحاصيل العلفي اللي بتتحش وتتنقل من مكان لمكان عشان تروح بعد كده ايه تغذي الحيوانات عليها. طيب تحتها بقى حاجه اسمها كاتش كروبس، سي اي تي سي اتش تحت كلمه كروبس، معلش بس كانت المساحه دي كانت قليله عشان اقدر اكتب الكلام ده كله تحت بعضه. كلمه كاتش كروبس دي بقى، كاتش كروبس دي بيسموها محاصيل مؤقته او محاصيل المسعفه. في بعض الاحيان يجي والدك مثلا يزرع محصول ويحصده بدري ويلاقي في فتره طويله ما بين زراعه المحصول اللي انت حصدته، ما بين حصاد المحصول اللي انت شلته وزراعه المحصول الجديد، فيبدا يزرع في الارض كده حاجه بيسموها محصول مؤقت. عاده بتبقى محصول على ان انا اخد منه حشه ولا حشتين لحد لما يجي معدي زراعه المحصول التالي وابدا احش وازرع المحصول الجديد الاساسي اللي انا عايزه. يعني زمان الناس كانت بتزرع قطن، يجي يزرع قطن ده في شهر مارس. طيب بس كان قبل القطن مثلا وليكن كان زرع رز في الصيف. زرع الرز وحصل في شهر 9 ولا حاجه. 9 او هنقول في اخر 9. عندك الفتره من اخر 9 لحد شهر مارس فتره طويله. بس ما اعرفش ازرع مثلا فيها قمح، لو زرعت القمح انا عاوز اجهز الارض لزراعه القطن في شهر مارس، يقول هبقى اطلب الارض في شهر 2 اللي هو شهر فبراير. هل القمح في شهر فبراير يكون طالع حبوب؟ هتقول لي لا، اقول لك بقى مش ينفع ازرع طبعا عشان مؤقت. طيب ناس تقول هزرع فول، ما هو الفول مش هيلحق يطلع القرون بتاعته ويتجهز الارض بتاعتك في شهر 2، ده هيبقى لسه داخل في المرحله هتكون قرون، او لسه القرون بتاعته مش وصلت لمرحله النضج عشان تاخد منه الحبوب بتاعته. فيقول لك مثلا المحصول المؤقت ده هي المحاصيل اللي بتزرع بغرض شغل الارض وزياده العائد الاقتصادي، وعاده تزرع في الفتره ما بين حصاد محصول وزراعه المحصول الرئيسي الاخر. طيب كلمه فودر اف او دي بي اي ار هي اقصى يمين الشاشه قدامك كده، هي بيقول لك محاصيل علف ذات الاصل النجيل. ممكن مثلا بشرح كده اقول لك ايه فودر. طيب كلمه فودر يعني محاصيل علف ذات الاصل النجيل، النجيليات العلفيه بس بيسموها فودر. طيب محصول علف ده ممكن يكون محصول حولي، تيجي كلمة فرش كده، كلمة فرش اللي قدامك ديت، تلاقي طالع منها كده سهم ومكتوب قدامها انوال كروبس، يعني محاصيل حولية. يعني محاصيل اللي هي العلفية ممكن تكون محاصيل حولية. كلمة حولية ديت يعني تقضي دورة حياتها في أقل من سنة. كلمة محاصيل حولية تقضي فترة حياتها في أقل من سنة. طيب تحتها كلمة سمر كروبس، كلمة سمر يعني صيف، وكروبس يعني محاصيل. سمر كروبس دي محاصيل الصيفية، يعني محاصيل اللي بتقضي أطول جزء من فترة حياتها في فصل الصيف. طب وينتر كروبس هي المحاصيل اللي بتقضي أطول جزء من فترة حتى فصل الشتاء. لو أنا سألتك الآن ده محصول صيف ولا شتاء هتقول لي إيه؟ هتبدأ كده تألف في دماغك. أنا بقول لك يا سيدي القمح بيتزرع عندنا في الفترة بتاعة دلوقتي اللي إحنا الفترة اللي إحنا فيها دلوقتي هي معاد زراعة القمح. هو بيزرع في شهر 11 مثلا.
ما 11 ده خريف، وبتحصل مثلا في شهر ابريل، وابريل ده ربيع. طب في الحاله دي هو المقصود ايه؟ يعني احنا مش فاهمين. فبقول لك احنا بنقسمها ايه؟ على اساس اطول جزء من فتره حياته عاشها في انهي فصل؟ هتقول لي خد فصل الشتاء كله، عشان كده تم في الشتاء. يعني مثلا لو انت مثلا اصلك مثلا وليكن من محافظه الاهليه، ورحت سكنت في اسكندريه، اتولدت في الاهليه بس عشت طول حياتك في اسكندريه. هسألك سؤال، انت منين يا عم؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي ايه؟ هتقول اسكندراني. ليه يا عم اسكندراني؟ هتقول لي ده انا طول حياتي قاعد في اسكندريه، انما اصلي ماشي من الحته الفلانيه. فانا بقول لك هنا بقى في المحاصيل، الفتره اللي بيقضي النبات فيها اطول جزء من فتره حياته دي بننسبه ليها. بقول لك المحصول الصيفي هو المحصول اللي بيقضي اطول جزء من فتره حياته فصل الصيف. المحصول الشتوي هو المحصول اللي بيقضي اطول جزء من فتره حياته فصل الشتاء. اخر حاجه اسمها بريمير كورس، اللي هي محاصيل معمره، يعني المحاصيل اللي بتقضي دوره حياتها في فتره زمنيه اكثر من سنتين. المحاصيل اللي بتقضي اطول جزء من فتره حياتها في اكثر من سنتين. وبعدين حوليه، الحوليه ممكن تكون صيفيه او شتويه، وممكن بعد كده المحاصيل ممكن تكون معمره، والمعمر ده بيقعد اكثر من سنتين، يعني بيقعد في الصيف والشتاء والربيع والخريف وكل حاجه. طيب نيجي على المراعي، كلمه بس اللي قصاد كلمه فيلم. المراعي دي ممكن بتنتشر فيها طبعا كلمه مرعى، يعني ارض او مساحات شاسعه من الارض بتنتشر فيها النباتات العلفيه او الرعويه. ممكن تكون النباتات دي يعني نبتت من تلقاء نفسها باراده ربنا سبحانه وتعالى، ان الحبايه نبتت وطلعت نبات. يعني الانسان لما بيتدخل فيها بيسموها المراعي الطبيعيه. ودي بتنتشر في مساحات كبيره جدا من الاراضي، خاصه في المناطق اللي بيزيد فيها معدل سقوط الامطار، بس مش عندنا هنا في مصر. او مثلا تيجي في فتره مثلا تيجي معدل سقوط المطر عندنا يكون شديد قوي، تنزل في سينا تلاقي الدنيا سينا غرقت. بعدها تلاقي تبدا البذور تنبت وتديك نباتات وسينا كلها اخضرت. في الحاله دي بيسموها مراعي طبيعيه، يعني نبتت او نشات من تلقاء نفسها باذن ربنا سبحانه وتعالى. طيب المراعي دي بقى ممكن الانسان يتدخل في زراعتها وادارتها. يعني مثلا عندك كل سنه معدل سقوط المطر عالي، فاعمل اعمل ايه؟ اجيب لك نبات بذور بتاعت النباتات العلفيه او الرعويه وازرعها في المكان ده. يجي معدل سقوط الامطار ينزل، المطر ينزل ومعدل سقوط الامطار عالي، تنبت البذور تديك نباتات علفيه ورعويه، وانت كل سنه بقى لما تلاقي الحته خفت شويه تروح تجيبها تقوي تحطها فيها. وبعد كده انت بتتدخل في اداره المرعى، بيسموه مرعى اليف، يعني بيتدخل الانسان في ادارته. طيب المرعى دي ممكن بتكون موجوده في الوديان ما بين الجبال، فعشان كده بيسموها الرينج او المروج. المروج. طيب كلمة رينج تحتها بي نقطة، كلمة بي نقطة دي بس عشان كانت مساحة ضيقة، فنقول لك رينج باستور، يعني اللي هي المراعي اللي بيسموها البروج المروج. طيب تحتها براري، حتى كلمة براري ديت بعد كده حولوها للغة العربية وسموها البراري. كلمة البراري ديت يعني المراعي اللي تنتشر فيها النباتات العلفية أو الرعوية القصيرة، وتكون منتشرة فيها أشجار أو شجيرات رعوية، بيسموها البراري. طيب بعد كده في حاجه اسمها بوش، اللي هي اسف بس اللي هي الوصف اللي قلت لك اللي فيه شجرات رعويه، ده بيسموه الاحراش. الاحراش لما تبقى النباتات العلفيه قصيره وفيها شجرات رعويه بيسموها الاحراش، اللي هي بوش باستورز الاخير. طب اللي في النص البراري ديت، قال لك دي مراعي بتنتشر فيها النباتات العلفيه او الرعويه، ولا تنتشر فيها شجرات، مش يكون فيها شجرات، بيسموها البراري. طيب المرعى بتاعي ممكن يكون مرعى مؤقت، ممكن يكون مرعى دائم. احنا قلنا من شويه في سينا ممكن معدل سقوط الامطار يزيد في بعض السنين، المطر تنزل تنبت البذور بتاعت الحشائش، بتاعت الحشائش او النباتات الموجوده في الارض ديت، فتبدا تديك مرعى. الناس اللي هم البدويين الموجودين في المنطقه ديت يبداوا ياخدوا الحيوان بتاعتهم ترعى النباتات ديت، فالنباتات تخلص وتموت، فيسموه مرعى مؤقت. يعني مرعى ممكن انك تحصل منه على غذاء الحيوانات في فتره زمنيه اقل من سنه، وسموه تيمبوراري باستورز، يعني مرعى مؤقت. طيب لو المرعى اللي عندك ده ممكن تغذي الحيوانات عليه لفتره زمنيه اطول من سنه، بيسموه مرعى دائم. تيجي مثلا في بعض الدول الاوروبيه في نيوزيلندا وما اعرفش فين وفين وفين، معدل سقوط الامطار عالي والثلج بينزل بكميات كبيره ويدوب بعد كده يديك ميه، فبقول لك بقى المرعى ده تنشا فيه النباتات وتفضل طول عمرها النباتات خضراء، الحيوانات بتتغذى عليها تنبت وتديك تاني وهكذا، يعني ترعى فيه الحيوانات لفتره زمنيه اطول من سنتين، بيسموه المرعى المستديم بيرمننت باستور. طيب
من حيث أنظمة الرعي ممكن عندنا حاجة اسمها الرعي الدوري وحاجة اسمها الرعي الجائر وحاجة اسمها الرعي المختلط. كلمة باستور في سهل منها عشان كده كلمة بوتيشنال جريزنج يعني الرعي الدوري. بص يا عم، عارف الجمعية بتاع زمان لما تيجي تعمل جمعية مع صحابك كده يقول لك إيه، كل شهر نجمع فلوس نديها لواحد، عشان أولاً يقبض كمان مرة لازم جميع الأفراد بتوع المشتركين معاه يقبضوا، ولما كلهم يقبضوا يبقى هو يقبض بعدهم. فرقم مثلا واحد ده عشان يقبض لازم مثلا لو انت عامل مثلا جمعيه 12 شهر ولا حاجه، رقم واحد عشان يقبض لازم يعدي عليه 11 شهر عشان يقبض كمان مره. طيب فانت عندك دلوقتي، فانت عندك دلوقتي مثلا مرح، المرح ده بروح مقسمه لاجزاء. اليوم الاولاني مثلا او الفتره الاولانيه برعى الجزء الاولاني موجود عندي في المرعى اللي عندنا. طيب انا رعيته الحيوانات الثلاث النباتات الموجوده فيه. طيب بعد كده بروح ملقول للجزء الثاني واسيب الجزء الاولاني من الحيوانات ما تنزلوش خالص. طيب وبعد كده انتقل للجزء الثالث والرابع وهكذا. فبقول لك المرعى بقسمه لاجزاء، بيتم رعي كل جزء على حده، وعقب الانتهاء منه بيتم الانتقال لجزء اخر. طيب لما انتقل من مكان لمكان لمكان ده بيدي فرصه او بيسمح بفرصه لان تنمو النباتات الموجوده في المرعى ده، ولما تنمو النباتات الموجوده في المرعى دي معنى كده انك بتشجع النباتات الموجوده في المرعى على النمو، يعني بتحافظ عليه. طيب تحتها كلمه اوفر جريزنج في سطرين ورا بعض كده، اوفر جريزنج يعني الرعي الجاد. ايه اللي بيحصل بقى؟ تاخد الحيوانات بتاعتك وتروح المرعى، هذا ما تمشي في اخر المرعى، تيجي في حته اولانيه تنزل حيوانات ترعى فيها مر بعد مر بعد مر، كلوا النباتات والنباتات خلصت بدأ ياكل في البراعم، كل ما تنام براعم الحيوانات تاكلها كمان مره، فيسموه الرعي الجائر. وده راعي بيؤدي الى الاضرار بالمرعى واختفاء بعض النباتات من المرعى، يعني بيضر المرعى الموجود عندك، بيسموه اوفر جريزنج. اخر حاجه خالص مكسب جريزنج بقى ديت ليها فيها نقطه طريفه شويه، يعني راعي المختلط. تيجي والدتك مثلا تعمل له اكل، فتلاقي اكلك والدتك حاطه مثلا السفره قدامك او الاكل قدامك والاكل كتير قوي. فوالدك ليه حاجه معينه بيحبها، وانت ليك حاجه معينه بتحبها، ومش عارف مين يدي حاجه معينه بيحبها، فانتوا بتاكلوا. بعد انتهاء الوجبه دي تلاقي ان كل الاكل قدامك خلص. طيب تخيل بقى لو انت بتاكل لوحدك، هتاكل اكل انت بتحبه، طب الباقي هترجعه مش فاكره. طيب معنى كده ان الراعي المختلط راعي مثلا هو بيسموه راعي انواع مختلفه من الحيوانات معا، راعي انواع مختلفه من الحيوانات معا. بيسموه راعي انواع مختلفه من الحيوانات معا. ازاي بقى؟ يعني مثلا عندك وليكن غنم مع بقر مع جاموس مع كذا مع جمال مع كذا مع كذا، كل واحد منهم بياكل جزء معين مثلا. يعني وليكن البقر هياكل نبات مثلا، لو انت مثلا عندك مرعى ياكل النباتات المسيسه بالنسبه له. لو مثلا لو افترضنا مثلا عندك وعندكم ارض زي ارض كانت مزروعه ذره، انت خدت منها الجبال، ويجي الناس العرب يتاجروا منك الارض، يبقى معاهم بقر ومعاهم حمير ومعاهم حصينه ومعاهم جاموس ومعاهم معرفش ايه، يبداوا ينزلوا يقعدوا فيها. البقر بياكل نباتات مثلا بتاعت الذره اللي هي الخضره دي، تيجي نبات المعيز تاكل، ممكن تاكل الحشيشه الموجوده في الارض، الحمير مش عارف تاكل الكوالح بتاعت الذره اللي موجوده، اللي مش عارف ايه تاكل كذا. فبقول لك ان الراعي المختلط ده بيساعد، هو راعي انواع مختلفه من الحصيد، بيساعد على بل الامثل للمرعى الموجود عندك. طيب في صف بقى، الصف الاخير ده بعض المصطلحات كده ايه بناخدها مع بعض واحد واحد. حاجه اسمها يونت اوف جريزنج، يونت اوف جريزنج. طيب كلمه يونت اوف جريزنج ديت اللي هي اول مصطلح في السطرين كده، هم طبعا كانوا صفين. طيب يونت اوف جريزنج اخر حاجه شمال الصفحه من خالص من تحت. يونت اوف جريزنج ديت بيقول لك ايه؟ وحده الرعي، بيقول لك كميه الاكل اللي بتكفي لاطعام بقره واحده لمده 24 ساعه. طبعا الناس طبعا في الدول الاوروبيه او الدول اللي بتنتشر فيها انتاج الابقار زي نيوزيلندا وخلافه بيحسب لك كده، يقول لك عندنا مثلا كم بقره او كم غنم مثلا في المكان اللي احنا فيه ده، يقول لك مثلا وليكن عندنا 2 مليون بقره 3 مليون بقره ما اعرفش ايه في المرعى ده، فيقول لك كل بقره منهم
عايزه اكل قد ايه يكفيها لمده 24 ساعه؟ تقول كذا، تقول لك وحده الرعي كذا. كلمه وحده الرعي عندهم يعني هل المرعى ده هيكفي ولا مش هيكفي؟ او هيكفي كام يوم؟ نخش في النقطه اللي بعدها اسمها جريزنج كاباسيتي. كلمه جريزنج كاباسيتي بيقول لك عليها ايه؟ اللي هي يعني الطاقه الرعويه. الطاقه الرعويه. طب كلمه الطاقه الرعويه بيقول لك عدد الحيوانات اللي ممكن ترعى في مساحه معينه خلال فتره زمنيه معينه. طيب احنا عرفنا مثلا وليكن البقره بتاكل قد كده في اليوم. طيب احنا مثلا وليكن عندنا مرعى وليكن مساحته 10 فدادين. يكفي لاطعام كام بقره؟ والمده قد ايه؟ كلمه بقى عدد الحيوانات اللي ممكن رعيها في مساحه معينه في فتره زمنيه معينه بيسموها الطاقه الرعويه، جريزنج كاباسيتي. طيب بعدها كلمه كارينج كاباسيتي، المصطلح الثالث كارينج كاباسيتي، سطرين مع بعض مع بعض، بس الكلمه الثالثه فيها خطا، فيها حرف ناقص يعني. كارينج كاباسيتي بيسموها الحموله الرعويه او الطاقه الرعويه. طيب كلمه الطاقه الرعويه دي بقى هي او مثلا بيسموها حموله المرعى. فاكر حموله العربيه؟ لو عندك ميكروباص مثلا بيشيل 14 راكب، ممكن يشيل 13، ممكن يشيل 14، ممكن يشيل 12، طب هل ممكن يشيل 16؟ طب الاثنين اللي زياده فوق ال 14 بيركبوا فين؟ طب هل ممكن يشيل 20؟ هتقول لي صعب. فبقول لك حاجه اسمها ايه؟ الطاقه الحموله، حموله المرعى. حموله المرعى يعني قدره المرعى على انه يمد الحيوانات بالغذاء الكافي لاطول فتره زمنيه ممكنه. يعني قدرة الميكروباص ده انه يشيل عدد معين من الاشخاص او اكبر عدد من الاشخاص ويوصلهم المكان اللي هم عايزين يوصلوا فيه بسلام. دي بيسموها حمولة المرعى. النقطة الثالثة بقى اسمها توتال دايجستبل نيوترينت، اللي هي بيسموها اختصارها تي دي ان، توتال دايجستبل نيوترينت، بيسموها المواد الغذائية الكلية المهضومة، وتلاقيها مختصرة كده في الكتب يقول لك تي دي ان. طيب لما اجي اشرح لك انا اقول لك التي دي ان بتاعتها كذا، يعني توتال دايجست نيوترينت يعني العناصر الغذائيه الكليه المهضومه. طيب بعدها كلمه فورج ميتس شار اللي هو المخاريط العلفيه. كلمه مخاريط علفي يعني زراعه نباتين علفيين او اكثر معا في نفس الارض. زي ما قلت لك ممكن نزرع برسيم واخرط مع تقلب برسيم شهير، ممكن اخرط معاهم راي وازرعهم هم الكل في الارض. يطلع الغيط كده في شويه في برسيم مخلوط مع كذا مخلوط مع كذا، تبدا الحيوان ترعاها او نحي الشبكه كل حيوان. ودي ليه ميزات كبيره جدا هنفوتها ان شاء الله في وقتها، ولكن مخلوطها على فايده ممكن بعض النباتات نسبه البروتين فيها عاليه زي البرسيم المصري كده، نسبه البروتين فيه 19%، وبعض النباتات نسبه الكربوهيدرات فيها عاليه زي الراي. اخلطه مع بعض يبقى هحصل على علف او على عريقه البروتين فيها عالي والكربوهيدرات فيها عاليه، فتزود لي القيمه الغذائيه للعلف الموجود عندي فيكون افضل للحيوان. طيب بعد كده في حاجه اسمها سترو. سترو يعني التبن. سترو يعني التبن. ايه هو التبن بقى؟ قال لك التبن ده هو ناتج دراس بعض المحاصيل. تجيب القمح وتدرسه، الدراسه طالعه يعني الاجزاء من هو عباره عن الاجزاء الناتجه عن دراسه بعض المحاصيل. الدراسه بتقطع لك النبات ده دي قطع صغيره بيسموها التبن، واحنا بنستخدمه عندنا في فصل الكهف في الحيوان. حتى انك تبني غالي قلت لك من بتاع القمح نص ونص اللي استنى فات لحد 750 جنيه للحمل التبن، و700 جنيه لحمل التبن، الحمل 200 كيلو يعني كان كيلو واقف على حوالي 3 جنيه. بعدها حاجه اسمها ستوفر. ستوفر ده بيسموه الحطب. طيب وكلمه حطب مش القصد يعني هو حاجه ناشفه، لا الاصل تيجي مثلا الدوره الشاميه انت خدت منها كيزان، ولما خدت منها كيزان العيدان نشفت. طيب فبقى عندك عود ذره ناشف عليه ورق ناشف، عليه اغلفه الكوز الناشفه، عليه النوره المذكره الناشفه، عليه ما اعرفش ايه. طيب تيجي بحاول ترعى النبات ده، هتاكل الورق بتاعه والحيوانات هتاكل السكوان والحيوانات هتاكل الهال بتاعه، فبيسموه الحطب. الحطب بتاع الدور. يبقى النبات الكامل، النبات الكامل الجاف على بعضه بيسموه حطب. لما يتجذب بالدراسه بيسموه ترم. طيب بعد كده حاجه اسمها ستاند. ستاند ديت اللي هو يعني عدد النباتات في وحده المساحه. المرعى طبعا انت كنت بتتكلم مش بقول لك ايه ممكن الانسان يتدخل في اداره المرعى. لما تخش في اداره المرعى عاوز تعرف هل المرعى كويس ولا بعض النباتات بدات تختفي منه. فتيجي مثلا وليكن عندك مساحه متر مربع، تعمل طوق كده متر مربع وتحطه في الارض. تعد عدد النباتات في وحده المساحه ويسموها ستاند. الستاند بتاعها كام؟ طيب لو قليله تبدا ترمي تقاوي عشان دي لما تيجي تنزل المطر تطلع النبات الجديد. لو مظبوطه خلاص هتسيبها، لو زياده هتسيبها.
طيب فيجيتيشن اللي جنبها بيسموه الكساء الخضراء. لما انت رميت المتر المربع بتاعك ده في الارض وجيت تشوف النباتات الموجوده جواه، ايه هي انواع النباتات الموجوده؟ فبقول لك انواع النباتات الموجوده او المنتشره في المرح او في الارض اللي عندك دي بيسموها الكساء الخضراء. ليه؟ مثلا وليكن في بعض السنين مثلا في المرعى تنتشر بعض النباتات غير مرغوب فيها، الحيوانات تاكل كل النباتات وتيجي على حشيشه معينه ما تقدرش تاكل منها، فالحشيشه تطلع تقال، التوابل بتاعتها تقع في الارض، بدل ما كان واحد نبات واحد السنه دي بقوا 100 نبات السنه الجايه، بقى السنه الجايه اللي بعدها 10,000 نبات، بقى اللي بعدها كذا نبات، ما كل نبات طلع كميه كبيره من التقال. بعد فتره تلاقي ان الحشيشه دي بتفرز في المرعى اللي عندك. فانا اتحكم وادير المرعى بتاعي ازاي؟ انا ببص لو عندي حشيشه غير موجود بدات تتكاثر، ولما جيت اعمل لها الفيجيتيشن بتاعي لقيت نسبتها كبيره بدات تزيد عندي. يعني مثلا ده المتر المربع كان في الاول في نبات واحد مثلا حشيشه معينه، حشيشه مره بالنسبه لي زي اللبنيه مثلا. بعد سنتين لقيت المتر المربع بقى فيه 30 نبات لبنيه. اعمل ايه؟ لا اتدخل في اداره المرعى بقى، ابدا اشوف حاجه مثلا او اتخلص بيها او اجيب حيوان اتغذى على الحشيشه ديت، او اشوف طريقه معينه اشيل بيها ليه الحشيشه ديت عشان اقدر اتحكم في الكساء الخضراء عندي يكون في الانواع الموجوده اللي الحيوانات اللي تدخل عليها. اخر حاجه خالص اسمها البلاتابيلتي اللي هو الاستزاغه. طيب كلمه الاستزاغه ديت يعني كلمه يعني مقدار الشهيه النسبيه اللي بيتناول بها الحيوان نوع نبات معين بشرط ان تطلق له حروف الاختيار. تخش مثلا فرح في اوبن بوفيه تروح تاكل حاجه اللي انت بتحبها. انا اعرف انك بتحب الحاجه دي وما بتحبهاش ازاي؟ من الكميه اللي انت اكلتها او من الوقت اللي الحاجه دي فضلت قدامك فيه وانت استمريت تتغذى عليها. طيب البلابتابلتي اللي هو الاستزاغه ديت لها طرق كبيره في القياس. بالنسبه للحيوان اوضحها لك، ممكن ادخل مجموعه معينه من الحيوانات او اجيب حيوان وادخله مثلا اسطبل مثلا حاجه او مجموعه من الحيوانات واكون حاطط مثلا قدامهم وليكن قدامهم يعني 20 كيلو برسيم كمثال، وحط جنبهم راعي نبات الراعي، وحط جنبهم ضربة، وحط جنبهم كذا، وحط جنبهم كذا، وتسيب الحيوانات تاكل براحتها. وبعد مده معينه من الزمن تبدا تقدر الكميات بتاعت العلف الموجوده، ممكن تلاقي حاجات خلصت خالص، وحاجات خلصت نصها، وحاجات خلصت ثلاث ارباعها، وحاجات الحيوانات ما قربتش منها. فممكن من خلال الكميه اللي الحيوانات غذى عليها اقدر احكم على استفاده الماده العلفيه. فالكميه اللي خلصت بسرعه او النبات اللي خلص او العلف اللي خلص بسرعه معنى كده ان الحيوان يستسيغه يقبل عليه. تاني حاجه ممكن في الوقت الزمن. طيب احنا قلنا هنجيب حيوان ندخله زريب، انت بتفضل عندك الحيوانات بترعى، انت عاوز تعرف الحيوان النبات ده مستسيغ ولا لا. راقب نبات معين، ادرس سلوكه. لو قعد فتره زمنيه طويله بياكل في نبات معين معنى كده انه بيستسيغه. اخر حاجه برضه من خلال دراسه سلوك الحيوان بقول لك ايه؟ بقول لك انك ايه؟ شوف الحيوان هيقعد ياكل قد ايه؟ ويقعد يقتر قد ايه؟ انت طبعا عارف كلمه اقترار وعشان كده طلعوا منها كلمه الحيوانات المضطره. طبعا انت عارف ان الحيوان ده بيكون ليه اكتر من معده، منهم معده منهم او جزء من المعده منهم اسمه الكرش. طيب فبعض الحيوانات يجي مثلا ياكل جزاله ويدخله على المعده الاولاني، وبعد ما كده يروح يقعد كده في الظل ولا حاجه يبدا يطلع الميزاء ده ويمضغه تاني ويبلعه كمان مره. طيب لو الحيوان قعد فتره طويله يرعى وفتره زمنيه قليله يكتر يعني بيظبطها على طول بياكلها على طول، يعني كلمه بيظبطها يعني مجازا يعني عشان اوضحها لك، بياكلها على طول يعني وقت الاكتر بتاعها قليل معنى كده انه بيستسرها حبها جيب اكلها على طول ما خدش معاه وقت في المضغ بتاعه. فيسموها ايه؟ البلاتابيلتي. البلاتابيلتي طيب البلاتابيلتي ده اللي هو الاستزاغه ده في حاجات كتير بتاثر فيه. من الحاجات اللي بتاثر في الاستزاغه يقول لك مثلا عمر النبات. النباتات وهي صغيره بتبقى نسبه البروتين فيها عاليه والكربوهيدرات بتاعتها عاليه بس نسبه الالياف فيها قليله. فالنبات وهو صغير النبات الحيوان يقبل على صباعته. طب كلما تقدم الحيوان في العمر هتزيد نسبه الالياف فالحيوان لا يقبل على نبات اسف هذا النبات. فبقول لك تاني حاجه قال لك اللي هي ايه اللي هي بعد عمر النبات قال لك التركيب الكيماوي بتاع النبات نفسه. بعض النباتات فيها مواد سامه لما الحيوان يجي ياكلها طيب لما تيجي مثلا الحيوان ياكل النبات ده تيجي احد المواد الكيماويه الموجوده في هذا النبات تنفر الحيوان منه. زي مثلا اقول لك الماده اللبنيه في الحشيش اسمها اللبنيه دي
السرير مثلا في بعض الاحيان تلاقي مثلا الفيل يطلع لبن كده يعمل لك مشكله حمام الله شكل. حتى ان انت مثلا تجيب خس كده في اخر الموسم بتاعه، ولا تجيب لك الخس ده تبدا تاكل فيه، تقطع كده الورقه بتاعت الخس اللي طلع منها ماده لبنيه بيضاء، تيجي تاكل تلاقيها مرات بقك وهكذا. طيب لما تبقى الحيوان في بعض المواد الكيماويه المنفره ديت، دي برضه تاثر لك على الفساد. النقطه اللي بعد كده بقى، قال لك في بعض النباتات في فتره من حياتها تحتوي على بعض المواد السامه، زي مثلا تيجي النباتات بتاع الجنس السرجة اللي هناخدها الاسبوع الجاي، يقول لك ان النباتات دي وهي صغيره فيها ماده حمض الهاد والسيانيك، وهذه الماده سامه ممكن تسبب تسمم الحيوان في فتره زمنيه معينه. طب احلها ازاي؟ قال لك لازم يمر عليه عمر معين وتبدا تحش له، وبعد ما تحش في بعض المعاملات تعملها عشان تغذى الحيوان، تغذى عليه ما تسببوش مشاكل. تمام؟ اذا هنا برضو عمر النبات بيأثر. النقطه اللي بعد كده، الارض اللي طلع فيها النبات نفسه ممكن تبقى ارض خصبه. كلمه ارض خصبه يعني نسبه النيتروجين فيها عاليه، فوسفور عاليه، تطلع علف كبير بكميات كبيره، ونسبه تركيز المواد الغذائيه موجوده فيه كويس. فالحيوانات تبقى عزيزة. بعض المواد زي الارض الرمليه تيجي تزرع فيها بعض النباتات العلفيه، فتبقى نسبه الالياف في العلف اللي طالع كبيره، يجي الحيوان يتغذى عليها ما تديلكش معدل التحويل اللي انت عايزه. في نفس الوقت الحيوان بدل ما كان ينضج فيها شويه صغيرين، ينضج فيها يقعد ينضج فيها فتره زمنيه طويله، بالتالي الحيوان لا يستسيغها بعد فتره. تمام؟ طيب بعد كده بقى بيقول لك ايه اللي هو كده، خلصنا عوامل مؤثره على السلام. نخش اخر حاجه بس في المحاضره بتاعت النهارده، هتاخد ان شاء الله من 10 دقايق، في حاجه اسمها عندنا اللي هي مشكله العلف نفسه. طيب العلف ده هو الركيزه الاساسيه لصناعه الانتاج الحيواني في مصر. كلمه ركيزه اساسيه يعني ايه؟ يعني مثلا يقول لك النهارده العلف يزيد، سعر اللحمه يزيد، سعر الفراخ يزيد، سعر البيض يزيد، سعر العلف يقل، كل حاجات بالتالي بعد كده تقل. طيب بالتالي العلف او سعر العلف ده هو المحدد بصوره اساسيه لاسعار المنتجات الحيوانيه والالبان المنتجه من الحيوانات دي. طيب قال لك ان العلف ده في دراسه كده اتعملت في مصر تقريبا في محافظه او في جامعه المنصوره، وقال لك كميه العلف المنتجه عندنا هنا في مصر حوالي 89 مليون طن، ده كمتوسط العلف المنتج سنويا في الفتره من 2000 من سنه 98 للفتره لحد سنه 2012. يعني الناس عملوا دراسه جابوا كميه العلف، الاعلاف المنتجه في مصر من سنه 98 لحد 2012، فقال لك 70 معلش بس لو هتكتم صوت من عندك لو سمحت يعني. فبقول لك 70% من ال 89 مليون طن دول 70% منهم اعلاف خضراء سواء برسيم وخلافه، 21% منهم اعلاف جافه اللي هي التبن والحطب وخلافه، 8% اعلاف مركزه. لحد كده لسه مش وصلنا للمشكله. طب المشكله فين؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك انت دلوقتي عندك نسبه التغطيه في الاعلاف الخضراء حوالي 203%، يعني احنا عندنا اكتفاء ذاتي وعندنا زياده حوالي 103% من العلف الخضراء. طب الاعلاف الجافه؟ قال لك عندنا اكتفاء ذاتي وعندنا زياده 75% كمان. فقلت نسبه التغطيه 175%. طب الاعلاف المركزه؟ قال لك نسبه الاكتفاء ذاتي 60%، يعني عندنا عجز 40%. طيب مشكلة احنا عندنا كم حيوان اصلا في مصر؟ قال لك حوالي عندنا حوالي 8.5 مليون وحده حيوانيه. كلمه وحده حيوانيه يعني هو جمع الحيوانات سواء كان ابقار، ابقار او جاموس او جمال او كذا او كذا وكذا، وجمعهم على بعض. فهل ينفع يجمعهم مع بعض؟ ما بيبقوش زي بعض. فاكر زمان لما كنت تيجي توحد المقام يقول لك مثلا تجمع ثلث وربع ونص وما اعرفش، تجمعهم مع بعض، بتاخد مقام مشترك وتجمعهم مع بعض عشان تديك حاجه واحده. فهنا قال لك المقام المشترك بقى هناخد البقره ونعتبرها انها الايدل او الحاجه اللي احنا بنسعى ليها، وقال لك الجاموس هنعتبرها واحد وربع بقره، الجمل هنعتبره ثلاث ارباع بقره، المعزه مش عارف الغنم هنعتبرها 1/10 بقر، المعزه هنعتبرها 7/100 بقر، ونبدا تجيب ارقام المعيز والجمال وكذا عايز تضربها في الفاكتور.